أنت كيف تضمن تتحكم بالسيارة بعد سرعة 130 كيلومتر في الساعة؟ تعرف أنه كل الإحصائيات تقول أنه أكثر من 130 كيلومتر في الساعة غالباً الحادث مميت بغض النظر عن السيارة اللي أنت فيها؟ شركات التصنيع دائماً تقوم بأفضل التصاميم وتغيرها أول بأول مع هيئات السلامة لوضع أفضل المعايير لزيادة الحماية للراكبين والسائق، لكن في نهاية الأمر كل شيء له حدود. تصميم امتصاص الصدمة محسوب من الشركة الصانعة، والعلماء دائما يبحثوا عن افضل الطرق الهندسيه لحمايتك. الوسائد الهوائيه والحزام تساعد لكنها ما تحمي 100%. بس فالحين لما نشوف حادث نقول السيارات الحديثه زي البلاستيك وما تتحمل، ونقول انه السيارات القديمه هي سيارات قويه جدا، وهذا غير صحيح. هذا اختبار لتصادم سيارتين، واحده قديمه وواحده جديده، وواضح انه الجديد يتحمل اكثر بكثير ويحمي السائق اكثر بكثير. تسمع بالجي فورس او قوه الجاذبيه؟ التصادم المباشر اللي يحصل على سرعة 110 كيلومتر ينتج عنه أكثر من 90 جي فورس، وعلى فكرة الـ 50 جي فورس مميتة. جسم الإنسان مبني من أكثر من 100,000 تريليون خلية، وقسموا العلماء لأربع أقسام أساسية: الخلايا، الأنسجة، الأعضاء والأنظمة. النزيف الداخلي هي كلمة تسمعها كثير للأسف. النزيف الداخلي هو لما يكون شكل الإنسان من الخارج سليم، ما في رضوض، ما في أي كسر، ما في أي شيء، لكن داخل جسمه حصل نزيف من أحد الأعضاء، وهذا اللي يصير في أغلب الحوادث. فالسيارة لما تكون ماشية بسرعة 150 كيلومتر في الساعة وتصطدم تتوقف كجسم متحرك، لكن جسم الإنسان ما زال يمشي بسرعة 150 كيلومتر. الحزام والإيرباغ والارتطام هو اللي حيوقف الجسم، لكن الأعضاء الداخلية ما زالت تسير بسرعة 150 كيلومتر في الساعة. وعشان توقف هي أيضا، الأربطة والشرايين هي اللي تثبتها، لكنها تبدأ بالشد والتمزق والأضلاع بالتكسر، وهذه تكون بداية النهاية. وارتجاج الدماغ يصير لما يجي خبطة قوية للدماغ والعياذ بالله. هذا يصير لما تجي خبطة قوية لا تتكسر بسببها الجمجمة، ولكن الدماغ من الداخل يصطدم بالجمجمة، يتورم أو يحصل فيه نزيف، وهذا اللي يودي صاحبه للموت أو للإعاقة. وأحيانا للأسف نهمل محتويات السيارة اللي تكون في الكرسي الخلفي أو في الشنطة، فما داخل السيارة يصبح خطر في الحادث: الكتب، علب المناديل الخشبية اللي تحطها في القزاز الخلفي، أغراض، صناديق، لازم تربطها بشكل جيد، وإلا ممكن يكون حادث بسرعة 70 كيلومتر كارثة.